طيب آخر ملف قبل ما أطلع لفاصل، بكرة بداية التحضير لملف القائمة الدولية للحكام في الموسم الجديد. بكرة بداية ملف جديد، وعندي إحساس كده هتبقى أزمة جديدة، مش عارف ليه والله، يمكن الحاسة السادسة عندي يعني عالية شوية، عندي إحساس إن هيكون في أزمة جديدة. ليه؟ في كلام بيتردد وبقوة إن في اتجاه لاستبعاد حكم دولي كبير من حكام النخبة في القائمة الدولية، وبالاسم في كلام بيتقال ان الكابتن محمد عادل هيتم استبعاده. ليه يا سيدي؟ قالك عشان موضوع السن. مين اللي قال؟ قالوا اصل بيريرا اللي قال، زي ما قالوا قبل كده اصل كلاتنبرج اللي قال. انا هوجه معلومة للمسؤولين عن اتحاد الكورة، في معسكر للحكام المرشحين لقائمة كأس الأمم الإفريقية في شهر 10 اللي جاي، يعني بعد إعلان القائمة الدولية أو بعد إرسال القائمة الدولية بشهر. لو اسم محمد عادل مش موجود في القائمة الدولية، هتلاقي الاتحاد الإفريقي بيتدخل للمرة التانية، ما اتدخل السنة اللي فاتت لمحمود عاشور، والسنة دي هيتدخل تاني لمحمد عادل. ليه؟ لأن محمد عادل من ضمن حكام النخبة اللي الاتحاد الإفريقي، ودي معلومة أنا بقولها لحضراتكم، عايز يستفيد بيه في كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار في يناير وفبراير. ففي لستة مبدئية هيتم إعلانها لمعسكر هيتنظم في القاهرة في شهر 10، محمد عادل ضمن أبرز الحكام المصريين. هو ومين؟ محمد عادل، محمود عاشور، أمين عمر، محمد معروف، عمرو الشناوي. دول خمس حكام مرشحين عشان يكونوا موجودين في الليستة المبدئية للحكام المرشحة لكأس الأمم الإفريقية. الليستة النهائية هتبقى بعدها بشهر، شهر 11، ولكن لو بعت القائمة الدولية بدون اسم حد من دول هتبقى عندك مشكلة، خاصة الخبرة زي عادل وزي عاشور. مين كمان؟ أمين عمر. ليه أمين عمر؟ أمين عمر في قائمة الحكام المحترفة، قائمة البروفيشنال السنة دي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، الحكم المصري الوحيد منها هو أمين عمر، وبالتالي أمين عمر هو أكتر الحكام اللي محتاجين ياخد شارط الفار وشارط الملعب، الشارة الدولية، شارط الفار وشارط الملعب. ومين كان تاني معاه؟ محمد معروف. بس محمد معروف ممكن نستنى عليها شوية، لأن محمد معروف مرشح لكأس العالم 2026، ولكن أكتر اتنين محتاجين شارط الفار وشارط الملعب الدولية أمين عمر ومحمد معروف، عشان يحكموا ويتحطوا في غرفة تقنية الفار. طيب الحكام الخبرة للكاف عايزهم ويستعين بيهم محمد عادل ومحمود عاشور. على فكرة أنا بقول المعلومة مجردة بدون أي وجهات نظر، ممكن أنا على المستوى الشخصي عندي وجهات نظر إن محمد عادل وصل لسن معينة، بس السن ده ما بقاش قانوني خلاص، الفيفا دلوقتي مش حاطط سن. ممكن أكون ليا وجهة نظر، أنا عايز وجوه جديدة، دي وجهات نظر، ولكن وجهة نظري دي تتحط في الدرج، بما إن دلوقتي إن الاتحاد الإفريقي عايز حكام مصريين بالاسم لكأس الأمم، فمصلحة التحكيم المصري تقتضي إن يكون موجود محمود عاشور ومحمد عادل. شوف أنا بتكلم على اسم مين، محمود عاشور ومحمد عادل، وإحنا كنا أكتر الناس انتقدنا في سنوات طويلة جدا الاتنين دول بالذات، ولكن مصلحة التحكيم المصري تقتضي عشان يكون عندنا عدد كبير من الحكام المصريين في كأس الأمم يكون موجود محمود عاشور ومحمد عادل، وتدي الشارة الدولية في الملعب وفي الفار لأمين عمر ومحمد معروف، وتستعين بوجوه جديدة الفترة الجاية، عندك عمرو الشناوي، عندك أحمد الغندور كان موجود في الفار في البطولات السابقة، عندك محمود ناجي أدار اتنين مباريات فاينل في الناشئين والشباب في كأس الأمم، وارد بنسبة كبيرة يكون في الليستة المبدئية في شهر أكتوبر. دول أبرز ستة أو سبعة لازم يكونوا موجودين في القائمة الدولية. أتمنى الناس في لجنة الحكام يكونوا عارفين الكلام ده، عشان لو تم استبعاد حد هيجي لك تليفون أو هيجي لك إيميل، رجع ده عشان عايزينه في كأس الأمم الإفريقية. وآخر حاجة في الجزئية دي، بكرة المعسكر هيبدأ من بكرة لغاية يوم السبت اللي جاي، هتعمل كشف طبي للأسف في الفندق برضه، وأنا اتكلمت قبل كده على موضوع الفندق ومحدش رد ولا حد عايز حتى يتحرك. هتعمل كشف طبي للحكام الدوليين وحكام النخبة زي حكام منطقة القاهرة في فندق، وأنا واثق من كلامي الغرفة الفندقية اللي تم يعني تأجيرها لإجراء الكشف الطبي ليست مهيئة لإجراء الكشف الطبي، وربنا يستر على الحكام السنة الجاية، لأن الكشف الطبي السنة دي، الكشف الطبي السنة دي ليست نتائجه دقيقة جدا، على الأقل رسم القلب
انت مش بتعمل رسم قلب بالمجهود؟ هتعمل بالمجهود ازاي وانت في اوضه لا فيها عجله ولا في اداه يتحرك عليها؟ اوضه فندقيه مساحتها مثلا 40 في 60 متر، هتعملها ازاي؟ والحكام الدوليين هيعملوها برضه في الغرف الفندقيه. والغريب بقى، وده الغريب، انت لما بتيجي تعمل اختبار اللياقه البدنيه للحكام الدوليين بتستنى يوم واتنين على ما تطلع نتيجه الكشف الطبي. لكن ده انت هتعمل الكشف الطبي للحكام بكره، وبعد بكره الحكام هتجري. طب مش تستنى تشوف نتيجه الكشف الطبي؟ افرض في حكم عنده انزيمات الكبد عاليه لا قدر الله، افرض حكم عنده في تحليل الدم فيه مشكله، هتجريه بدون ما تطمن عليه؟ انا بحس ان انا بتكلم في ملفات انا في وادي والناس في وادي تاني. ده انتوا احرص الناس على المنظومه اكتر مننا. يعني احنا اعلام بنحاول نشوف خبر معلومه نقول وجهه نظر، لكن حضراتكم يعني فاهمين في التفاصيل دي اكتر مني. حكم يعمل كشف طبي بكره ومين؟ حكم دولي، وتاني يوم يجري ازاي؟ والحاجه الثالثه والاخيره، اتحاد الكوره دخل له رقم كويس في موضوع قيد الصفقات وقيد اللاعبين في الانديه للموسم الجديد، ما يقرب من حوالي 40 او 60 مليون. ليه مستحقات الحكام لغايه دلوقتي ما اتدفعتش؟ محدش برضو عارف. بيريرا، ودي بقى معلومه، بيريرا رسميا موجود دلوقتي في لجنه الحكام، بيروح اتحاد الكوره بس مش لاقي حد يقعد معاه، مش لاقي حد يقعد معاه، مستني يقعد مع اعضاء اتحاد الكوره عشان يطرح التشكيل الجديد للموسم الجديد. والتشكيل ما فيهوش اتنين من اعضاء اللجنه الحاليه، ومستني يشوف رد الفعل، هيتوافق على طلبه ولا مش هيتوافق على طلبه. ولكن بيريرا وصل مصر، راح اتحاد الكوره، موجود بس قاعد لوحده، مفيش حد موجود معاه ومش لاقي حد يقعد معاه. ومعلومتي ان بيريرا تحديدا يعني لو قعد ممكن لا هيقعد مع جمال علام ولا هيقعد مع حازم امام. ليه؟ نقولها في حلقات جايه، لان هو عنده تفاصيل كتير في جلساته اللي تمت او في اتصالات تمت ما بينه مع جمال علام ومع حازم امام في فترات سابقه، وعنده علامات استفهام، فعايز يقعد مع شخصيه يقدر يتناقش معاها عشان يطرح استراتيجية العمل للموسم اللي جاي.